السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن تنسيق الجامعات 2022 استثناء 1500 أوائل الثانوية من قواعد التوزيع الجغرافي، قرأ المجلس الأعلى للجامعات قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2022-2023، حيث أكد أنه سيتم العمل بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي. وفقا لقواعد القبول، من المقرر أن يكون توزيع 1500 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية بواقع 500 طالب شعبة علوم زائد 500 طالب رياضة زائد 500 طالب الشعبة الأدبية. ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم، استثناء من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية، واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى للطلاب. وكان المجلس الأعلى للجامعات وافق على التشكيل الجديد للجنة العليا للتنسيق العام الجديد 2022-2023، والذي جاء على النحو التالي: يتولى الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئاسة اللجنة، وعلى أن تضم عضوية كل من رئيس جامعة بني سويف، رئيس جامعة دمياط، رئيس جامعة القاهرة، رئيس جامعة عين شمس، رئيس جامعة مطروح، رئيس جامعة الأسكندرية، رئيس جامعة سوهاج، رئيس جامعة الفيوم، رئيس جامعة حلوان، رئيس جامعة كفر الشيخ، أمين المجلس الأعلى للجامعات، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور سمير شاهين الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومسؤول التنسيق الإلكتروني ومدير عام الشؤون الفنية المجلس الأعلى للجامعات. ربنا نجح ولادنا الطلاب إن شاء الله. سنوفيكم دايما بأي أخبار عن الثانوية العامة في الأيام اللي جاية ديت. من فضلك اشترك في القناة وفعل الجرس وادعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشير الفيديو لزمايلك علشان يعرفوا الأخبار الجميلة ديت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.